السلام عليكم في حلقة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا لاباس وكالعادة بالوصفات السهلة والسريعة. واليوم درنا لكم سلطة تاع بطاطا باردة وخفيفة، وتبعوا معنا. أول خطوة نجيبوا بطاطا تاعنا نقوها، وأنا هنا فضلت أني نخليها بالقشرة تاعها ونقطعها كمكعبات متوسطين. بعد المرحلة اللي بعدها نخليوها تغلي في ماء سخون ونديروا له شوية ملح، ونقطعوا الخضار تاعنا مكعبات متوسطين نفس الحجم، واللي هنخليكم المقادير في الأخير. وهناك خطوة اختيارية اللي حاب يدير فلفل حار. وانا هنا نفضل انه البصل تاعنا يكون شرائح رقاق، في ريسيبيون نحط الخضرة تاعنا كامل. نزيد لها البصل، وبلا ما نساو ملح وفلفل اسود. وشوية زيت. وتقليبها على السريع. هنايا البطاطا تاعنا راهي وجدت طابت. هذا هي الخليط اللي كنا نديرو فيه تاع بصل ولي بوافرون فير وبوافرون روج. كمل دوكا، نجيبو سنيوة ندير لها هكا بابي كويسون، نحطو البطاطا تاعنا هاي، هاي بطاطا. نعاودو نديرو لها هذاك الخليط تاعنا تاع قبيلة. قول لي هي بطاطا سلطة سهلة، علاك تعقد فيها؟ أنا جربتها هذه شابة بزاف، حتعجبكم. نخلطوها بيان هكدا الخليط كامل. الريحة خلاص. مو هذه لاصالة تدخل باردة، مي دوكا كاينة خطوة اللي تبان لينا مهمة بزاف نديرها فيها دوكا. شوف نزيدها شوية ملح على جال كيما كزت البطاطا، وخليها في الفول مدة 10 دقائق، شعلة غير عليها من الفوق شوية حمار، وهذا البصل شوية شي كامل يديروا البنة البالا. خليها في الفرن 10 دقائق تبع. ودوكا نوجدوا صلصة تاع السلطة تاعنا، واللي هي وصفة سهلة. نديروا في زبدة ذوب، ونديروا لها زوج كيسان تاع حليب مع شوية تاع الكريمة السائلة، ونضيفوا لها حبة بيض اللي حتعطينا طعم واعر، وزد لها شوية تاع فلفل أسود، ونقلبوا بخف، مغرفة تاع ملح، وبلا ما ننساو مغرفة تاع عنشا. في الاخير دير لها شويه جوز الطيب، وهاي وجدت السلطه تاعنا. وهناك خطوه اختياريه اضافيه، درت شويه دجاج كان عندي، وبلا ما ننساو المعدنوس. ودوكا هاي وجدت السلطه تاعنا، شوفوا الكميه الله يبارك اللي خلطت لنا، اللي حنضيعها لكم في المقادير في الاخير هي تخرج لكم هذه الكميه. ومن الافضل انه تخلوها تبرد باش تحسوا بالقوت تاعها. وهاي لا صالاد وكالعاده بنا ماشي نورمال.